سعدنا أن نستضيف معنا هنا في الاستوديو الكاتب والصحفي محمد شروق. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا أستاذ. أستاذ أكيد الكتاب تناولت الحالة الخاصة فيك، حكيت عن المرض اللي أنت عانيت منه، تحكي لنا طريقة المعالجة أدبيا لهذا الكتاب. هو لما تأكدت بإصابتي بالسرطان وبما أنني صحفي وأشتغل على الكتابة، قررت منذ البداية أنني نألف واحد الكتاب حول التجربة ديالي الشخصية، ومن خلاله نحكي على التجربة ديالي مع مرض السرطان منذ تشخيص، مرحلة التشخيص إلى مرحلة العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي وبطبيعة الحال أمور أخرى. ولكن أنا منذ البداية قررت أنني غادي الكتاب غادي يحمل واحد الرسالة ديال الأمل وديال التحدي، لأن السرطان عبر التاريخ تيحمل واحد العدد ديال الأسماء مرعبة واللي ما تغيرش مع الوقت، رغم ان الطب تقدم ولا العلاج ديال السرطان اصبح ممكن، ولكن تبقى راسخه في الاذهان ديال الناس هذوك الاسماء، وبقى السرطان مرعب لدرجه ان الناس ما تيقدروش يتحدثوا عليه. فانا الاسم بخاف حتى ما يذكرش حتى الاسم، ولكن انا قررت منذ ماشي انا ماشي لن اذكر الاسم، انا ساؤلف كتاب عن التجربه ديالي. وانا كنت ملي بدا انا الكتاب كتبته فوق سرير العلاج بعلم الصحه، كان الدواء الكيميائي ينسب الى جسمي والقلم والمداد ينسب على الورق، وقلت هذه اول للمرضى ديال السرطان باش يخرجوا من القوقعه ديالهم ومن الحاله ديالهم ويحكيوا على المرض ديالهم، لان اول خطوه نحو العلاج هو الحديث هو الحديث على السرطان حتى يصبح امرا كما كنقول الفرنسيه باناليزي لا مالادي، انه يصبح امر عادي طبيعي انه يصبح مثل الامراض المزمنه. يتعايش معه تعيش مع... انا ما كنقبلش هذا الاسم ديال التعايش، انا ما كنتعايش معه، انا حرب. انا دخلت معه في حرب، وحرب اللي انا بفضل الله وفضل العائله ديالي والاصدقاء ديالي انا حسمت النتيجه منذ البدايه، انا الفائز. طيب حابين نعرف نحن كيف كان صدى هذا العمل بالنسبه للمقربين، المحيط القريب وللقراء بشكل عام؟ فعلا هو كان واحد الصدى قوي. اولا هذا تقريبا الكتاب السابع حول التجارب ديال الكتابه حول السرطان بالمغرب، وكان واحد الصدى قوي. انا كنت كنشر اجزاء منه عبر شبكه التواصل الاجتماعي قبل ما يصدر في الاسواق، وكان واحد التجارب كبير خاصه مع المرضى والعائلة ديالهم اللي عطت واحد النموذج ايجابي واحد الطاقه ايجابيه بالنسبه للمرضى اللي بداوا حتى هما تيقلدوني وتتبعوا الخطوات ديالي وتيتكلموا على المرض ديالهم. والحمد لله دابا ملي خرج الكتاب في الاسواق عليه واحد الاقبال وواحد الطلب، لدرجه ان واحد العدد انه اصبح هو علاج. هذا الكتاب هو علاج، كنقولوا لها بيبليوثيرابي، العلاج بالكتب. وعاد التواصل ديالي عبر شبكة التواصل الاجتماعي، لان انا شخصيا كنسميه لافيس تيغابي، يعني العلاج بالفيسبوك، وهذا ممكن، وكان طرقا من خلال التجربه ديالي. والكتاب غير الاشاره للمشاهدين والمشاهدات الكرام، هو عبر ثلاث اجزاء وفي ست. انا في مجموعه تقريبا كل مقطع انت عاطيه عنوان لهذا الكتاب. نعم. هذول المقاطع شو اعتمدت فيهم استاذ؟ هادو مراحل ديال العلاج. نعم. وحتى انا اختاريت واحد الاسلوب. نعم. واحد الاسلوب سهل ومبسط وواضح، ان حتى الاطفال الصغار. نعم. تيقراو هاد الكتاب، يعني انا اختاريت اللغه ديالو بسيطه. نعم. اضافه لهذا التدوينات اللي كنت كنوضع في المسيره ديالي العلاجيه من المصحه، اختاريت ومع التعاليق ديال الصديقات والاصدقاء نزلتهم في الكتاب، اضافه للصور ديال الزيارات اللي كنت كنتلقى في البدايه اللي ما كانتش كتنقاطع، لان اول كتاب في واحد المجموعه. نعم. ديال في 17 تدوينه، في 300 تعليق، في 70 صوره، في 260 شخص في الكتاب. يعني الكتاب ماشي فيه غير محمد شروق، فيه الناس. فتره من فتره المرض لفتره العلاج قد ايه تقريبا؟ نعم. كانت الفتره المده الزمنيه الفتره ديال الازمه وديال القمه. نعم. ديال ايوه 6 اشهر فيها العلاج الكيميائي والعلاج الاشعاعي. وانت اختصرتها بقد ايه هون؟ نعم اختصرتها بكم صفحه؟
في صفحه هو صفحات انا كتبت في اول في مقدمه الكتاب، قلت مهما حاولت ان ارصد وان هذا التجربه ديالي فالاصيله الى ان المشاعر والعواطف والمحنه ما يمكنش القلم يوصل لها، لان ولكن حاولت ما امكن ان نوصل التجربه ديالي، والتجربه ديالي فرديه ولكن هي بصيغه جماعيه، لان في الغالب التجارب مع المرض كتشابه ديال الناس في الغالب العلاج هذا، ولكن المقاومه والمواجهه ديال المرض هي اللي ما كتشابهش، وهذا هو النموذج اللي والرساله اللي بغيت نوصل على الناس، والرساله اللي كنبغي نوصل للناس هو التفريق ما بين الموت الموت كاجل حتمي بالنسبه لجميع الناس، ولكن المرض لانه المرض الطب تطور وصبح العلاج ديال السرطان ولا ممكن، والدليل هو ان واحد العدد ديال النماذج ديال الناس اللي تعالجوا. وانا اكبر رساله هو انا ملي كنوقف انا دابا قدام امام مريض ديال السرطان وتيشوفني بواحد الهندام جيد بواحد الصوره الحمد لله مشرقه، هذه اكبر رساله للمريض انه ممكن يوصل حتى هو للعلاج. طبعا الكاتب والصحفي محمد شروق اهلا وسهلا فيك والف الحمد لله على السلامه، ونتمنى لجميع المرضى بالشفاء، وشكرا لهذا الكتاب القيم اللي ممكن كثير يستفادوا منه. ممكن، شكرا.